أقيم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق حفل توقيع كتاب سوريا وعصبة الأمم للدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والصادر عن دار بستان هشام للنشر. أنا أقول أن كل كلمة وكل حرف في هذا الكتاب سوريا وعصبة الأمم المتحدة هي قطعة من لحم ودم كاتب هذه الكلمات والتي يجب أن تقرأ بعناية، وأنا أنصح باقتناء هذا الكتاب ودراسته كلمة كلمة، لأننا نستشرف بذلك ما يحدث الآن وما قد يحدث خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة والسنوات القادمة. أبطالنا الذين ضحوا في فترة ما بين الحربين من أجل استقلال سوريا، أبنائهم هم الذين يناضلون الآن ضد الإرهاب، وهم الذين قاموا بدحر هذا الإرهاب. هذا برأيي هو التوقيت الأمثل لتقديم قراءة جديدة لتاريخ مهم في حياتنا كسوريين، ألا وهو بداية القرن العشرين وما ترتب على تلك البدايات من تداعيات سياسية تتعلق بمستقبلنا السياسي، بحاضرنا بماضينا وبحاضرنا ومستقبلنا السياسي. ما جرى في الفترة التي سبقت إنشاء عصبة الأمم وخلال إنشاء عصبة الأمم وما بعد إنشاء عصبة الأمم رسمت الخطوط العريضة للجغرافيا السياسية التي عشناها والتي ما زلنا نعيش فيها. المكون الاستعماري الذي أنتج عصبة الأمم هو نفس المكون الاستعماري الذي أنتج منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي هناك نوع من الوراثة إذا حبيتي. منظمة الأمم المتحدة ورثت عصبة الأمم. هذا الكتاب هو الجزء الأول من موسوعة، الحقيقة سيليه جزء ثاني يتعلق بسوريا في الأمم المتحدة.